اصلا هي باكج هوايه كامله، يعني ما تبدا من الترميم، يعني من الطفوله هو الواحد مو لعب، مو بالتراث، يعني يمكن التراث يصير محصور، لا، باي كاركتر قديم، يعني سواء زي قديم، بيت قديم. كنت من طفولتي وانا احط بالي يعني على شلون الجماليات حقت التراث. هذا البناء اللي هو نهاية السبعينات بداية الثمانينات، هذا يعني هو ألطف بناء، بسيط يعني، فيه ترف لكنه في بدائية. طبعا هذه مزرعة، لكن لو أنت جاية قبل خاوية على عروشها، يعني ما تقدر تدخله ولا على رجلينك، مرة بالية. جيت ودخلت، طبعا أنا عندي عمالي، يعني عندي فريقي معي مو من برا، فجيت وقلت برجع له هويته، حطيت له تصور معين وبدأت أشتغل عليه. أنا أبي اللي يدخل يقول البيت هذا أهله موجودين ساكنين، يعني مثلاً ما مليت الجدران مثلاً تراث، يعني ما ودي أحصرها بموضوع تراث، أبي هالبيت يعني لو تغمض وتفتح أنت كأنك عام 80. أول ما سويته ومشيت به شوي وبانت هويته، تفاجأت أنهم كلهم تواصلوا معي، يعني العائلة كلها تواصلت معي، هذا بيتنا، هذه غرفتنا، هذا منامنا، هذا أنا شاري المزرعة ومرممها، لكن تفاجأت يعني أنهم تواصلوا معي كلهم، يعني كل العائلة اللي يقول هذا تبعنا وهذا مكان لعبنا وهذا ما أدري إيش، كلهم موجودين. عندك هنا مثلا المجلس الرئيسي، هذا المجلس الرئيسي هو عين البيت، هو اللي يجي الشيء مرتب فيه، يعني يهتمون فيه لا بأثاثه لا بمجالسه لا بتليفونه لا بشغلته. عندك مثلا المكتبة، مكتبة حرصت أني أجيب المدير القديم، هذا بداية الثمانينات نهاية السبعينات، بنفس طرازة بنفس تلفزيونه بنفس الفيديو، يعني كانوا من أول يتلذذون، يعني لأن الشيء محدود، يعني مثلا كانوا ينظرون مسلسل عودة عصويت، فيلم كرتون، الأفلام الأول القديمة اللي تجي. عندك مثل هذا الحين مثلا مقلط، هذا مقلط يستخدم من أول استخدامين، استخدام للضيوف، لذلك يكبرون مقلطات أول، يعني يخلونه مقلط كبير مرة لأنه يستخدم إذا جاء ضيوف ينامون مثلا بهذولي، إذا مثلا صار عندهم مناسبة يشيل، كانت الناس ما تروح الفنادق أول، فهذه مثلا من أول يجيبونه مثلا يسدحونه جنب بعض، يفرشون المفارش هذه بطنيات، تلقى ما بينهم ولا سانتي، متلاحمين، تخيل حجم الحميمية اللي تصير لصاروا بجنب بعض، سهرة سواليف ومولعين اللمبات سهرية، يعني فيها دفء ما تحصله الآن، في ناس الدورة تعيدها الحين. المطبخ حاولت أصنع فيه روح من بد البيت كامل، يعني محاول أن يصنع فيه روح، مثلا الشباك هذا كانت أغلب البيوت الشعبية شبابيك على برا، تلقى لهم مثلا تجلس تطبخ بالفرن وتسولف وتصوت لهذا وتنادي هذا وهي براح وبساطة. حطيت بها الألوان الفريحية كاملة وهي نفس الأواني التراثية الأولى لكنها نظيفة مرة، يعني حاولت أنقل الروح بكل بساطة، يعني